اللاعب أموري فيصل ينفي تلقيه دعوة رسمية من المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس. الحمد لله والشكر، 3 نقاط مهمة، فريق أربيل فريق ممتاز، كانت مباراة صعبة لكن الحمد لله والشكر أهم شيء 3 نقاط، وهاي المباراة أم 6 نقاط مو 3 نقاط، هي مباراة مؤجلة. الحمد لله والشكر مثل ما تعرف إنه إحنا آخر فترة كانت نتائجنا شوية يعني سلبية، لكن الحمد لله والشكر هذا الفوز كان دافع معنوي وإن شاء الله نقدم الأفضل بإذن الله. والله صراحة ما أعرف يعني ما سامحي كان أبي. لا 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 بالعكس، انه اكيد هو اي لاعب يتمنى يمثل المنتخبات. الحمد لله وشكرا، انا موجود منتخب شباب وش كاتب لي الله يعني يصير ان شاء الله. شكرا.